السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا كريم غزال وهشرح لكم النهاردة كاميرا جديدة اسمها باناسونيك لوميكس جي 9. باناسونيك جي 9، أوكي. الكاميرا طبعا من الكاميرات الرياضية والسريعة جدا، وبتصور بدقة 20 ميجا بكسل، وبتصور كمان بجودة 4K وجودة 6K، تمام. نيجي لحاجة تانية اللي هي الشاشة الرئيسية. الشاشة طبعا متحركة، تقدر تحركها في جميع الاتجاهات، والفيو فايندر الكتروني، يعني لو جينا وقفنا هنا كده هنلاقي الفيو فايندر بتاعنا شغال جوه، تمام. ممكن نلغي الخاصية ديت اللي هي تشغيل الفيو فايندر عن طريق F3 F3، كده بيشغل فيو فايندر بس، كده بيشغل الشاشة بس، كده اوتوماتيك. لما تعمل كده يشتغل، تمام. احنا هنشغل الشاشة بس، بعد كده في عندنا الزرار الاوتو فوكس، ممكن نبدل من اوتو فوكس سنجل لكونتينيوس ومانوال فوكس. طيب نيجي للشاشة الرئيسية مرة تانية، طبعا شاشة تاتش، مجرد ما نلمس كده بيختار هو الفوكس. ممكن برضو نغير مكان الفوكس بالزرار ده. عندنا كمان عايزين بقى نغير الحاجات اللي في الشاشة الرئيسية، نتعرف عليها. عندنا هنا زرار الكيو الكويك منيو، يعني اللي هي القائمة السريعة على الشاشة، بتك عليه كده بيجيب لي كل الاختيارات. دي مثلا جودة الصور لو انت عايز رو او انت عايز فاين، وبتبدل من الزرار اللي فوق ده، ممكن تغير الخيارات زي ما انت عايز. بعد كده عندنا حجم الصورة، عايزها 4:3 ولا 1:1 زي ما انت عايز. هنا جودة الفيديو، هنا 4K 4K 60 او 30 او فول اتش دي 60 او 30 زي ما انت عايز. ده 4K 60. بعد كده عندنا بعض التأثيرات في الصورة، انت عايز تغير الالوان شوية. في بعد كده عندنا الفوكس برضو، ممكن تتحكم فيه من هنا سينجل او السينجل، فيه منه نوعين يعني زي قريب من الكونتينيوس فوكس. بعد كده نوع الفوكس نفسه، طريقة الفوكس نفسها، انت عاوزها اللي هي بزر التكبير، يعني لما تضغط نص ضغطة الصورة تكبر. يعني هنشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل لما اضغط نص ضغطة، بيعمل زوم على الشاشة. طبعا الشاشة اضغطها بتزيد فبيبانش في النوع التاني ده، النوع المعروف اللي هو الفوكس العادي ده، لو انت عايز تعمل فوكس على اكتر من منطقة، دي تعمل فوكس على 225 نقطة فوكس. ده اللي هو زر التراكينج، ده التراكينج، يعني مثلا انت عايز فوكس على حاجة، مثلا حاجة زي كده مثلا، استعمل عليها فوكس، فبتقول للكاميرا اعملي فوكس على دي، تمام. لما تحركها هتلاقيها الفوكس بيتحرك معاها، تمام. طيب نطلع منها نرجع للي بعدها، اللي بعدها اللي هي
لو انت عايز تعمل فوكس على شخص، على انسان او حيوان، نفس الطريقة بيتتبع الشخص ده. نرجع للخاصية المشهورة اللي هي الفوكس العادي. طيب ايه عندنا خيارات تانية من الزر ده؟ بندور عندنا النظام المترنج، انا مخليه مالتي مترنج اللي هو اول واحدة اللي هي مالتي دي. بعد كده لو عايز تغير فتحة العدسة، الشطر، اي حاجة انت عايزها، عايز تغير الوايت بالانس زي ما انت عايز، بتغيره من هنا عادي. بس رجعنا للاول تاني. نيجي بعد كده للازرار. طبعا احنا عندنا نوعين من الشطر، نوعين من الشطر زي ما شايفين علامة الاي. علامة الاي دي معناها الكترونيك شطر، الكترونيك شطر. طب نغيرها منين؟ نغيرها عندنا في زرار هنا اللي هو ده، الزر اللي تحت ده بيغير نوع الشطر، يعني بيخليه اما الكترونيك زي ما انت عايز، او في انواع الكترونيك مختلفة، وفي الميكانيكال المشهور. الميكانيكال اللي هو الشطر العادي المشهور في كل الكاميرات، الالكترونيك ده مخصوص للكاميرات اللي هي الميرورليس. الالكترونيك شطر مشكلته بس ان هو ما ينفعش مع الفلاش، مش هيشتغل مع الفلاش، والفلاش اللي مش هيشتغل معاه، وكمان في الإضاءة اللي هي الصناعية يعني في لمبات الليد مش هيديك ألوان كويسة، فالأفضل تستخدم الشطر العادي. طيب نرجع لباقي الأزرار. عندنا في زرار FN1 ده بيعمل ايه؟ بيختار الفوكس، بيغير لك الفوكس، مناطق الفوكس وطريقة الفوكس. F1. F2 زي ما قلنا ده بيجيب القايمة كيو منيو، الخيارات المختلفة، جودة الصورة والفيديو. عندنا زرار الديسبلاي ده بيشيل الحاجات اللي على الشاشة ديت كلها، تمام. نفس الكلام لو مثلا صورنا ديت كده، صورت هنفتح البلاي هنلاقي الصورة اهيت. لو عايزين نمسحها دي، لو عايزين نبعتها بالواي فاي، تمام، هنتك على الزرار اللي تحت ممكن تبعتها بالواي فاي. عايز تمسحها في زرار ديسبلاي ده بيجيب لك البيانات، عايز تمسحها بزرار كيو منيو، تكتين يس. تمام. طيب ايه تاني؟ زي ما قلنا ده بيختار نقاط الفوكس وبتستخدمه برضو في القايمة. مثلا عندنا لو فتحنا القايمة كده، دي قايمة مختصرة، هتلاقي فيها الواي فاي، هتلاقي فيها نظام الهاي ريزوليوشن مود اللي هو بتصور 80 ميجا بيكسل، تمام. نوع الشطر موجود HDR، طبعا بيشتغل في حالة ملفات الجي بي جي مش الرو، ما بيشتغلش مع الرو. ده ممكن تتحكم في الهايلايت والشادو، يعني ممكن تقلل الهايلايت، ممكن تشيل الشادو شوية. ال4K وال6K اللي هي التصوير المتتالي، وبتختار الصورة اللي انت عايزها. يعني مثلا احنا هنختار عايزين نصور 6K مثلا، تصوير متتابع، ماشي، 6K تصوير متتابع، هنصور كده ماشي، حلو الكلام. بعد كده هنفتح، هو يفتح لنا القائمة. هنا زي ما شايفين كل الصور اللي صورناها، بنختار الصورة اللي تعجبه، يعني بنعمل كده وبنختار الصورة اللي تعجبنا ونتك اوكي، يعمل لها سيف، تمام. طيب نرجع للنظام. طبعا عندنا برضو نظام تصوير
لو عايز تصور بالمؤقت اللي هو بيحسب وقت 10 ثواني ثانيتين وبعدين يصور حتى ظهر على طول اول ما اخترته هنا ثانيتين. ده خاص بالتايم لابس، يعني انت لو بتصور تايم لابس تصوير سريع للشروق والغروب ده بيصور معاك تايم لابس. في تصوير الماكرو اللي بيصور لك عدد من الصور، نرجع للاختيار الاول. طيب فوق في ايه؟ فوق عندنا الام اللي هي المانوال، الاس اللي هو الشطر، بتختار عن طريق بتختار الأولوية بتكون للشطر. هنا الأولوية بتكون لفتحة العدسة. بروجرام يعني بيكون في ارتباط بين الشطر وفتحة العدسة، الكاميرا بتعمل لك توليفة كده بين الاتنين. الانتليجنت ده نظام ذكي اوتوماتيك وذكي، ده اللي هو التأثيرات الافكتات، لو انت عايز تأثير معين ألوان معينة ده موجود. وفي بقى الضبط اللي انت ضبط اللي هو يوزر اللي انت بتسيفه يعني بتحفظه بطريقة معينة خاصة بيك. ده طبعا تصوير الفيديو مانوال، وكل الاختيارات التانية بتصور فيديو لكن ده بيصور فيديو مانوال، تحكم في الفيديو يعني، وده زرار تشغيل الفيديو. طيب رجعنا للمانوال، عايزين نغير الايزو، طبعا سهل جدا، مش محتاج تك على ايزو وبعدين تحرك البكرة ديت هيحرك معاك الايزو. طبعا افضل ان يكون منخفض عشان نشوف الصورة. عندنا برضو الوايت بالانس، وممكن تغير كمان الاضاءة من هنا، التعويض ماشي بتاع الاضاءة. ايه الازرار اللي متكلمناش عنها؟ كمان عندنا زر اللي هو زي ما قلنا الهاي ريزوليوشن اللي هي 80 ميجا بكسل، الزر ده انا مخصصه ان هو يكون الزر ده، وممكن تغير برضو ده بتاع الشطر من نوع الشطر، وده بتاع الهاي ريزوليوشن الجودة العالية اللي هي 80 ميجا بكسل. ساعة ما نضغط عليه هيدينا الشاشة بتاعت الهاي ريزوليوشن. اول ما تك ستارت هيقوم مصور، هيبدأ يصور اللي هيعمل لي علامة كده ان ده الهاي ريزوليوشن ريت، اللي هو لازم تكون الكاميرا ثابتة عشان يديك 80 ميجا بكسل. السنسور بيتحرك لغاية ما يطلع احسن صورة ممكن كده، مثلا شوف اللي هيحصل مجموعة صور وبعدين بيدمجهم في بعض ويديك صورة نهائية مساحتها 80 ميجا بكسل. الكاميرا طبعا سريعة جدا، لكن الميمورو اللي انا بستخدمه يعني لو قفلنا كده انا بستخدم ميموري بطيء، انا بستخدم الميموري ده، الميموري طبعا بطيء جدا. في طبعا 2 سلوت للميموري، عندنا هنا البطارية، بطارية باناسونيك، وهنا الفتحة دي لو انت عايز تطلع، لو انت في اللي هو الكوبلر اللي هو بيبقى بطارية زي بطارية بسلك متوصلة في الكهرباء. عندنا هنا برضو ده مكان الريموت لو انت عايز توصل الريموت. هنا باقي الفتحات، عندك ال HD Full HD، وعندك ال USB 3 اللي هو ال USB السريع، وممكن توصل وصلة الشاحن مايكرو USB من هنا في الفتحة الواسعة مش الضيقة، الفتحة الواسعة تمام. ويشحن بالشاحن بتاع الموبايل عادي اللي هو 5 فولت، ويشحن من الكمبيوتر مفيش اي مشاكل. في عندنا فتحة المايك، ودي فتحة السماعات تمام، وعندنا دي فتحة خاصة بالفلاش الخارجي لو انت عايز توصل فلاش خارجي بكابل، ده دي مكان الكابل. دي العدسة 16-1260 فيها مانع اهتزاز، والكاميرا نفسها فيها مانع اهتزاز خماسي الاتجاهات. طيب ايه تاني؟ هنا نخش على القائمة دي تاني، عندنا حاجة اسمها بوست فوكس. يعني بوست فوكس يعني مثلا هنختار البوست فوكس
عايزه 4K ولا 6K؟ 6K تمام. نبسط فوكس نرجع للاختيارات بتاعت القائمة المختصرة. دي قائمة مختصرة مرسوم عليها شخص، هي قائمة مختصرة اللي أنا عاملها لاختيارات معينة. عندك مثلا الرو بروسيسنج، يعني أنت لو مصور، أنا مثلا مصور رو، ملفات رو ممكن أعدل فيها بعد التصوير عادي. الرو بروسيسنج بوست فوكس زي ما قلنا، لو أنت بتصور عايز تصور مثلا ماكرو أو عاوز تصور صور كتير فوكس مختلف وعايز تدمج الصور، الكاميرا بتعمل لك الخاصية دي اللي اسمها بوست فوكس، ما بعد الفوكس أو الفوكس اللي بعد التصوير. طيب نرجع لبقية القوائم عندنا. عندنا مثلا القايمة دي زي نفس القايمة اللي هي المختصرة اللي بره، الكويك مينيو اللي قلنا عليها، بتغير منها جودة الصور والفيديو. عندك مثلا الديناميك رينج بتغيره اللي عايزه، ممكن الاستابلايزر اللي هو المثبت اللي داخل اللي هو بيحرك المستشعر، اللي هو المثبت خماسي الاتجاهات، منع الاهتزاز يعني. هنا الزوم لو انت عايز تعمل ديجيتال زوم في الصور، التايمر لو عايز تحكم في التايمر، التايم لابس اللي هو الفصل الزمني، تصوير الفصل الزمني. بس ال HDR. القائمة التانية ديت فيها لو عايز تغير جودة الفيديو، نوع الفيديو MP4 أو حاجة تانية. عندك برضو هنا برضو Stabilization أو Stabilizer في الفيديو، جودة المايك، تحكم في النويز، والمخرج ال HDMI تحكم فيه. بعد كده عندنا التحكم في الأزرار، لما ندخل عليه كده نلاقي حاجة اسمها FN button setup. تمام، هتلاقي كل الأزرار اللي عندك تقدر تتحكم فيها وتغير خصائص. نرجع بيه، ممكن نرجع بالتاتش عالي. تمام اوكي. في بقى كل زرار ممكن تتحكم فيه وتغير خصائصه. نرجع بعد كده للتحكم في الهيدفون، جودة الشاشة الخارجية، الإضاءة بتاعت الشاشة الخارجية، أنا غيرتها رجعها زي ما كانت. اليو اس بي، نظام اليو اس بي عايزه يشحن في دي مثلا اللي هي باور سبلاي، يو اس بي باور سبلاي لو انت عايزه يشحن اثناء التشغيل وانت مشغل الشاشة كده. الاصدار عندنا الفيرجن اهوت، اخر اصدار اللي هو فيرجن 2. تمام. بعد كده الدبل سلوت اللي هما مخرج اللي هما فتحتين الميموري، وانت عايز تنظم الوظيفة بتاعتهم. لو عايز تفرمت تعمل فورمات للميموري، او عايز تعمل سنسور كلين تنظف السنسور. لو عايز تعمل تغير حاجة في ملفات الرو، عاوز تغير الأسماء، تعمل مثلا ختمة على الصور، تكست ستامب ختمة على الصور، عاوز تعمل نسخ، إعادة تغيير الحجم، كروب، ده بعد ما تصور الصور، يعني تغير في الصور بعد ما تصور. بس كده وشكرا لكم.